أما بالنسبة للطريقة الثالثة من طرق الدفع أو التبرع لفريق منهم تطوعي، فهي عم تكون الحوالات. في حال ما قدرت تتبرع إلكترونيا على فيسبوك أو على موقع الفريق، أو تبعت حوالة بنكية على أحد بنوك الفريق المنتشرة حول العالم، فبيكون قدامك الطريقة الثالثة، واللي هي من خلال مكاتب الحوالات والصرافة. قبل ما أشرح عن الحوالات بدي أنوه لشغلتين. الشغلة الأولى أنه في حال ما قدرت تتبرع إلكترونيا أو من خلال الحوالات البنكية، يفضل أنك تستعين بصديق أو تستعين بأحد أفراد العائلة اللي عندهم بطاقات بنكية أو عندهم بنوك، تعطيه المبلغ أنت وهو يحول من البنك تبعه أو من البطاقة تبعه. هيك بيكون الطريقة رسمية أكثر وأسرع بالنسبة لنا، وبتكون إلكترونية فبتتسجل بشكل تلقائي. والشغلة الثانية بدي أنوه عليها، أنه كان الفريق من قبل يستقبل تبرعات كتسليم باليد أو من خلال البنوك بعض الأصدقاء المتطوعين الموجودين بالخليج، توقفنا بشكل نهائي عن الاستلام باليد أو استلام تبرعات من خلال بنوك الخليج بسبب الوضع الأمني، وبسبب أنه كتير في تشديد على هذا الأمر، وبسبب أنه كمان رخصنا بأكثر من بلد وصرنا منظمة رسمية، فبالتالي عم نحاول تكون كل الطرق رسمية وآمنة. بالنسبة لطريقة الدفع عن طريق محلات الصرافة والحوالات، ففيك تراسلنا على الدردشة الفورية لموقع فريق مهم تطوعي، أو من خلال الإيميل، أو من خلال الواتساب، أرقام الواتساب اللي موجودة على موقع الفريق بهي الخانات بتشوفوها، وتسألونا على معلومات الشخص اللي ممكن تحوله. نحن نبعث لكم المعلومات فورا، وبعد التحويل تبعتوا لنا صورة التحويل وإيميلك كرمال نسجل تبرع ملف الشفافية. أتمنى نكون من خلال هالفيديوهات شرحنا لكم بشكل مفصل عن طرق التبرع لفريق منهم تطوعي، والله يقدرنا وإياكم على تخفيف الألم عن أهلنا اللاجئين والنازحين بشمال سوريا ودول اللجوء، والله يتقبل منكم ومنا ويجزيكم الخير.